ارتفع عدد ضحايا إعصار إيداي الذي اجتاح دولاً إفريقية الشهر الماضي إلى ما لا يقل عن 843 قتيلاً، فيما لا يزال مئات الآلاف بحاجة للغذاء والماء والمأوى. وبلغ عدد المتضررين من الإعصار في موزمبيق أكثر من 1,000,000 شخص، كما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالكوليرا إلى 1,428، وتسبب المرض في وفاة 5 أشخاص.